جينا هنا لشط جيمينس لنشاط معروف والزرادة دي ما يجوه ومكان يعني سياحي وننصح الزرادة انه يجوا يقعدوا فيه لان بصدق امانة حتى الناس دي ما يجوا ويحكوا عليه من نظافته ومن معاملة الناس عرب جيمينس بحد ذاتهم. مدينة جيمينس الشط بتاعها معروف انه شط نظيف شط واسع ايضا الاهتمام نظرا لان هالمنطقة وبعض الأسر اللي هي مالكة على الشط مهتمة بما تملك بنين خيام بنين حشاش حتى للأسر والعائلات وفي خصوصية سواء كان للشباب والعائلات